قرابة 47 من المئة نسبة المشاركة في المجالس البلدية، وما يناهز 45 من المئة في المجالس الولائية. وجبهة التحرير الوطني تتصدر النتائج الأولية. وزير الداخلية ينوه بدور المنتخبين وحياد الإدارة ويشيد بوعي المواطن، ويؤكد أن الجزائر قطعت الشك باليقين وبأنها على سكة البناء الصحيحة التي رسم معالمها رئيس الجمهورية. وفي أعقاب الإعلان عن النتائج الأولية للمحليات، تباين في مواقف الأحزاب السياسية بين ارتياح وتحفظ. أزيد من 200 قتيل وعشرات الجرحى في هجوم إرهابي بسيناء وسط إدانات دولية، والجزائر تستنكر بشدة وتؤكد تضامنها مع مصر. تحية لكم والسلام عليكم. جدد الجزائريون أمس العهد مع المواطنة والحس المدني والمسؤولية تجاه الوطن، وهذا من خلال اختيار ممثليهم المحليين في انتخابات تعد الثانية بعد التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وما كرسه من إصلاحات رسخت الشفافية والحياد وضمانات تحت أعين الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حماية لصوت المواطن الذي احتكم للصندوق في سلوك حضاري يعكس الوعي السياسي والنضج الديمقراطي للجزائريين. فكما تبعتم على المباشر، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أعلن خلال ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية والولائية، مؤكدا على احترام الضمانات والمبادئ الديمقراطية. بدوي كشف بلغة الأرقام عن نسبة مشاركة بلغت 44.96%، وهذا بالنسبة للمجالس الولائية، و 46.93% للمجالس البلدية. نسبة مشاركة اعتبرها نور الدين بدوي جد إيجابية مقارنة بمحليات 2007 و 2012. بالنسبة للمشاركة، وفيما يخص نسبة المشاركة فهي كما يلي: بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية، عدد المسجلين 22,883,772 ناخب، عدد المصوتين 10,141,639 مصوت، نسبة المشاركة 44.96%. وكانت للتذكير فقط لمحليات 2012 42.92%، وكانت كذلك بالنسبة للتشريعيات الماضية 38.25%. عدد الأصوات المعبر عنها سفراج اكسبريمي 8,653,673 صوت، أي بنسبة 85.32%. عدد أوراق التصويت الملغات لبولتان نول 1,488,966 ورقة تصويت ملغات، أي بنسبة 14.68%. بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، عدد المسجلين 22,883,772 ناخب، عدد المصوتين 10,579,719 مصوت، نسبة المشاركة 46.83%. وللتذكير فقط كذلك، كانت بالنسبة
الانتخابات المحلية 2012 44.26%، وكانت كذلك بالنسبة للتشريعيات 2017 38.25%. عدد الأصوات المعبر عنها 9,490,217 صوت، أي بنسبة 89.70%. عدد أوراق التصويت الملغاة لبلتان نول 1,089,502 ورقة ملغاة، أي بنسبة 10.30%. النتائج الأولية للانتخابات المحلية البلدية والولائية بالأرقام والبيانات حسب ما أعلنه وزير الداخلية في تقرير فاطمة أديب. النتائج الأولية للانتخابات المحلية تبرز محافظة جبهة التحرير الوطني الأفلان على صدارة الترتيب رغم تسجيله لتراجع طفيف مقارنة بمحليات 2012، حيث حصد 603 بلديات، أي بنسبة فاقت 30%، فيما فاز ب 711 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية، أي بنسبة فاقت 35%. نتائج يظهر فيها حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية مسجلا بذلك صعودا لافتا ضاعف من رصيده في البلديات والمجالس المحلية بفوزه على 451 بلدية، أي بنسبة فاقت 20%، فيما حجز لنفسه 527 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية. جبهة المستقبل، الحزب الذي ارتقى إلى المرتبة الثالثة ووسع من دائرة تمثيله المحلي بفوزه ب 71 بلدية وحجزه المرتبة الرابعة في المجالس الشعبية الولائية بحصوله على 131 مقعدا. أما الحركة الشعبية الجزائرية أمبيا فقد فازت في 62 بلدية وتحصلت على 68 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية. فيما تظهر النتائج الأولية حصول حركة مجتمع السلم على 47 بلدية وفوزه بالمرتبة الثالثة في المجالس الشعبية الولائية بحصوله على 152 مقعدا. أما جبهة القوى الاشتراكية فقد تحصلت على 64 بلدية وحصدت 63 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية. أما حزب الأففاس فقد حصد لنفسه 64 بلدية فيما فاز ب 63 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية. تحصلت الجبهة الوطنية الجزائرية أفنا على 27 بلدية وتحصلت على 51 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية. من جهته التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تحصل على 37 بلدية فيما فاز ب 33 مقعدا ولائيا. أما الأحرار فقد تحصلوا على 35 بلدية و 31 مقعدا في المجالس الشعبية الولائية، فيما تقاسمت الأحزاب المتبقية باقي البلديات وكذا باقي مقاعد المجالس الشعبية الولائية. هذا وأعرب نور الدين بدوي عن ارتياحه للجو العام الذي جرت فيه المحليات والذي ساده الهدوء التام رغم بعض المناوشات المعزولة. بدوي أكد أن الجزائر اليوم تقطع الشك باليقين بأنها على سكة البناء الصحيحة التي رسم معالمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عبر إرساء قيم السلم والمصالحة الوطنية. فالجزائر اليوم تقطع الشك باليقين بأنها على سكة البناء الصحيح والتي رسم معالمها فخامة رئيس الجمهورية عبر إرساء قيم السلم والمصالحة والتي تشكل اليوم أساس استقرار مجتمعنا وتماسكه وتلاحمه في ظل التقلبات التي عرفتها المنطقة ولا زالت تعاني من ويلاتها الكثير من الدول. فمن هذا المنبر أحيي وعي المواطن الجزائري ودوره الفعال في التفافه حول مؤسساته الدستورية. فالمواطن برهن اليوم عبر هذا العرس الديمقراطي وبطريقة هادئة ومسؤولة ومتفائلة عن تطلعه لغد أفضل،
رافضا كل الدعوات التيئيسية والتي تريد أن تقتل الأمل في هذه الأمة عبر محاولة تعبئة طاقتها الحية والشابة في الركود والجمود. وزير الداخلية والجمعية المحلية والهيئة العمرانية نور الدين بدوي رد على أسئلة واستفسارات الصحافة الوطنية والأجنبية التي غطت الحدث الانتخابي بكل حيثياته. عن التلفزيون هدى الوابح. سمعت. تمحورت أسئلة الصحفيين في هذه الندوة حول التجاوزات والمناوشات التي سجلت خلال عملية الاقتراع، حيث أوضح وزير الداخلية والجمعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أنها لم تؤثر تماما على النتائج الأولية ولم تمس جوهريا بسلامة ونزاهة هذا الاقتراع، مؤكدا أن كل الطعون ستتم دراستها بكل حيادية وعناية بما يقتضيه القانون. وبخصوص بعض الاختلالات التي لوحظت على مستوى بعض المراكز الانتخاب، أوضح بدوي أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الداخلية لتطهير الهيئة الناخبة كان وقعها واضحا في الميدان، وأن هذه الانتخابات المحلية تختلف في دورها ومكانتها لدى المواطن من منطلق واقع يكرس قيما جديدة بصلاحيات أوسع تضمن التشاركية والدور المحوري للمواطن. صلاحيات أوسع للمجالس الشعبية البلدية تكريسا لهذا الدور الجديد للبلدية في مختلف المجالات التنموية، وكذلك مبدأ اللامركزية في تقريب السلطات العمومية من المواطن، وهذا المبدأ الجديد كذلك المتعلق بالديمقراطية التشاركية لإمكانية مرافقة المواطن الجزائري في التنمية المحلية. كل هذا عبر ورشات تقوم بها الداخلية لعرضها في مشروع قانون المجالس المحلية. وعن سؤال حول نسبة الأوراق الملغاة، أكد نور الدين بدوي أن نسبة المشاركة في هذه المحليات سجلت ارتفاعا يعكس وعي المواطن التام بأهمية دوره والتفافه حول المؤسسات الدستورية بطريقة هادئة ومسؤولة تعبر عن تطلعاته لغد أفضل. وفي الأخير دعا وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى الوقوف وقفة احترام للمؤسسات الأمنية والعسكرية وأعوان الإدارة الذين سهروا على إنجاح هذا الموعد في كل أنحاء هذا الوطن العزيز. وفي أعقاب الإعلان عن النتائج الأولية للمحليات، زار التلفزيون مقر الأحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق والتي تباينت آراؤها بين ارتياح وتحفظ عن النتائج التي حققها، فيما أرجأت بعض الأحزاب الإعلان عن مواقفها إلى وقت لاحق. الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عبر في ندوة صحفية عن ارتياحه للنتائج التي تحصل عليها الأفلان، مهنئا الجزائريين على وعيهم بأهمية الاستحقاقات في الرقي والازدهار. نهني ونشكر نشكر 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 أولا المواطنين اللي اختارونا، اختاروا المترجحين تاعنا، جزيل الشكر لهم. شكر موصول وبقوة للمناضلين والمناضلات، المحبين والمحبات، المتعاطفين والمتعاطفات مع الحزب العتيد حزب التحرير الوطني على ما قاموا به من مجهودات جبارة لتحسيس وتجنيد المواطنين الآخرين أولاً للتصويت. في هذا الإطار نهني نفسنا ونهني الشعب الجزائري وكل المواطنين على الوعي المرتفع، واعطينا درس داخل وخارج البلاد لكل المشككين في الاستقرار وفي الوعي القوي والمرتفع نتاع الجزائريين. هذا نهني نفسنا والحمد لله لكم. لاحظتوا معنا العملية فات في أحسن ما يرام، نتكلمش على أحداث خطيرة فين بعد مناوشات تكلموا عليهم هنا وهنا، هذا من سنة الحياة. هذه حملة انتخابية 53 حزب الأحرار تحالفات، يعني من طبيعي ومن البديهي لا تقام بعد سوء التفاهم، ولكن ما فيه أي حدث خطير وهذا يشرف البلاد.
لنسجلوا بارتياع يعني مسرورين جدا. هي احنا اول حزب في البلاد، ما بيننا وبين الحزب الثاني حليفنا تقريبا 200 بلدية، تقريبا 200 بلدية، ما نتكلمش على الآخرين. لهذا احنا مرتاحين، نبقى دائما الأفلان 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 تتمرر تنكررها. الحزب العتيد القوة السياسية الأولى في الجزائر. الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد يحيى عبر عن ارتياحه للنتائج التي حققها الحزب والتي كانت أفضل من الانتخابات السابقة، هذا في انتظار المهلة القانونية للإعلان عن النتائج الرسمية. نحن في التجمع بداية نعبر على ارتياحنا أمام الاهتمام العالي اللي أعطوه المواطنين والمواطنات لهذا الحدث، كون أن نسبة المشاركة وصلت إلى 45 قريب 45% على مستوى المجالس الولائية وقريب 47% على مستوى المجالس البلدية، يعني تقريب 10% أكثر من التشريعيات في شهر مايو الفارط. كحزب نتوجه كذلك بجزيل الشكر للناخبين والناخبات على الثقة الواسعة التي أعطيت لقوائم التجمع الوطني الديمقراطي. ثالثا، نتوجه كقيادة وطنية للحزب بخالص التهاني إلى مناضلي ومناضلي مناضلات التجمع الوطني الديمقراطي على الجهد المبذول والنتائج المحترمة التي تحصل عليها الحزب، وهي نتائج يمكن أن أقول ببعض الأرقام في هذه المحطة أنها وصلت إلى ضعف ما كانت عليه في 2012. في 2012 كنا في المرتبة الأولى في 6 مجالس شعبية ولائية، في 2017 قوائم التجمع في المرتبة الأولى في 14 مجلس شعبي ولائي، وكذا البلديات، لأن لو نحسب البلديات بالبلديات اللي خرجنا فيها أوائل وحدنا والبلديات اللي خرجنا فيها أوائل كيش يقولوا إكزيكو مع حزب آخر، نقدر نقول وصلنا لما يقترب من 600 بلدية. ضيف إلى ذلك جماعة التجمع في الميدان راحين يقدموا طعون بملفات موثوقة بالمحاضر اللي استلمناها، فأعتقد أن الصورة الدقيقة لنتائج هذه الانتخابات المحلية بالأرقام قد تكون واضحة من هنا 72 ساعة، الوقت اللي أعطاه القانون لهذه النتائج باش يعني يطعن فيها ويفصل فيها، ثم ندخلوا في مرحلة التحالفات مع خاصة في رئاسة المجالس الشعبية الولائية. من جهته مدير الحملة الانتخابية لجبهة المستقبل فاتح بطبيق عبر عن مدى ارتياح الحزب للنتائج المحققة في هذا الاستحقاق. نحن اليوم سعداء بهذه النتيجة اللي حققها اليوم حزب جبهة المستقبل، وهذا راجع على ما أظن إلى التعب تاع المناضلين والمناضلات، واللي نحييهم بهذا المقام. كذلك راجع كذلك لخطاب الحزب ولخطاب رئيس الحزب وبرنامج الحزب. دون شك هذا الخطاب وهذا البرنامج لقى تجاوب إيجابي مع المجتمع، ومن خلاله لاحظنا تفوق جبهة المستقبل في المراتب. جبهة القوى الاشتراكية ثمنت فوزها بقوائم نضالية شبانية وشعبية حسب ما كده الأمين الوطني الأول للحزب محمد حاج جيلاني. إن جبهة القوى الاشتراكية تثمن فوزها بقوائم نضالية شبانية وشعبية، كما يحيي الأفافاس خاصة مناضلي وناخبي بلدية أيترزين الذين عبروا عن حسهم السياسي والأخلاقي العالي بإعطائهم الأغلبية لحزب المجاهد علي مسيلي. هذا ما سجله الحزب إلى أن نوافيكم ببيانات أخرى بعد إعلان عن نتائج نهائي ورسمي. من جهته الناطق الرسمي لتحالف تاج نبيل يحيوي أعرب عن الرضا بالنتائج المحققة، خصوصا أنها التجربة الأولى في المحليات.
احنا راضيين بهذه النتيجة، نقول انه هذه العملية الانتخابية بالرغم من تجاوزات المعزولة والاختلالات المعزولة والتنافس الحاد الذي كان في بعض البلديات يؤدي الى خصومات ونزاعات، الى انه بالرغم من هذا انه الانتخابات جرت في ظروف عادية، هذه الاختلالات لم تؤثر على العملية الانتخابية، بالعكس نستطيع ان نقول اننا الحمد لله تجاوزنا إرادة المشككين الذين يريدون أن يشككون في مثل هذه الاستحقاقات. سجلنا مضاحنات أولية، نملك الآن طعون سوف نقدمها إلى الجهات المعنية، الجهات القضائية المعنية، لنسترجع بعض من حقوقنا، لنسترجع بعض من مقاعدنا في بعض البلديات. الجبهة الوطنية الجزائرية وعلى لسان رئيسها موسى توات انتقدت النتائج المحققة والتي تراجعت مقارنة بالمحليات السابقة. أظن اليوم أنه مازال ما خرجناش من دائرة الحصص بين قوسين أو بين ظفرين ما يسمى بالكوطة في الجزائر، ونحن كنا نتأمل وننتظر بأن العملية تكون أكثر شفافية ونزاهة وتكون أكثر تكون سلطة الشعب وليس سلطة حصص توزع على الريع الانتخابي. ممثل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء محمد دويبي أرجع عدم حصول الاتحاد على مقاعد في المجالس الولائية، أرجعه إلى النصاب القانوني المشروط للأصوات والذي وصفه بالعالي. ما تحصلنا عليه من بلديات سنعمل مع المنتخبين ورؤساء البلديات لنعطي النموذج في التسيير والانفتاح على المواطن وإشراكه فيما يهمه وما يهم مصالحه عبر هذه البلديات، وسنعمل مع كل القوى السياسية الموجودة في هذه البلديات. نريد أن تكون المجالس المنتخبة بمثابة محطة وبمثابة مدرسة للتعايش السياسي، للمشاركة السياسية، للعمل على تحقيق الأولويات في الصحة وفي التربية وفي المياه وفي الطرقات وفي الإنارة العمومية وفي النظافة وفي كل ما يحسن حياة المواطن الجزائري. وفي سياق مرافقة التلفزيون للحدث الانتخابي تجدد الموعد هذه الليلة عقب هذه النشرة مع عدد خاص تستضيف خلال فوزية بسباق ممثلي الأحزاب الأكثر تمثيلا في المجالس الشعبية البلدية والولاية المنتخبة، وهذا حسب النتائج الأولية المعلنة عنها. اللقاء المفتوح يأتيكم على الجزائرية الثالثة والقناة الأرضية. في ملف التعاون انطلقت اليوم ببوليفيا أشغال القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بمشاركة ممثل رئيس الجمهورية وزير الطاقة مصطفى جيتوني. المنتدى يعد فضاء للتبادل والتعاون بين الدول المنتجة للغاز والمصدرة له وفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، كما يهدف أيضا إلى دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء. أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي الدموي الذي استهدف المصلين بمسجد الروضة شمال سيناء المصرية وأودى بحياة أزيد من 235 شخصا مخلفا عشرات الجرحى، مؤكدة أن هذا العمل الإجرامي يكشف مرة أخرى الوجه القبيح الذي لا يولي أدنى تقدير لقداسة النفس البشرية، بل يتمادى في ترويع المواطنين ببث الرعب وسفك الدماء. كما تقدمت الجزائر بتعازيها الخالصة لذوي الضحايا ومواساتها لأسر المصابين، مؤكدة تضامنها مع مصر الشقيقة حكومة وشعبا. يذكر أن الهجوم نفذه مسلحون بإطلاق النار على المصلين خلال صلاة الجمعة، وهو الحادث الذي أعلنت الرئاسة المصرية في عقابه الحداد لثلاثة أيام. في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تمكنت أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي جنوب شرق جانت من كشف مخبأ يحوي مسدسا آليا من نوع ماكاروف
أقول مخزني ذخيرة مملوءتين فيما تم استرجاع بندقية صيد ومئة خرطوشة بغردايا. لذلك تمكنت انفرازة بالتنسيق مع عناصر الدرك بطم راس من توقيف 9 مهربين وحجز مواد مهربة ومحاولات تهريب أخرى بكل من سوق قهراس وتبسة والطرف. من جهة أخرى تم توقيف 3 تجار مخدرات بكل من الجزائر وشلف والجلفة وتيزي والزواب ومرداس وطم راس وتلمسة، وضبط كميات معتبرة من الكيف المعالج، فيما تم حجز مواد مهربة بورقلة والوادي. وبكل من عنابة ووهران وتلمسان أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية ل93 شخصا. منحت الفيدرالية الوطنية للصيدلة جائزتين، الأولى باسم الراحل المجاهد فرحات عباس للبروفيسور محمد منصوري، والثانية باسم المجاهد الراحل بن يوسف بن خدة للدكتورة حورية محصاجي، وهذا نظير مجهوداتهم المبذولة لتطوير الصيدلة في الجزائر. جرى هذا خلال المؤتمر الثاني للصيدلة الذي أشرف على افتتاحه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزب اللاوي، الذي أكد أن مشروع قانون الصحة الجديد يحرص على توفير الأدوية ذات البيوتكنولوجيا الحديثة للمواطن، وهذا مواكبة للتطور الصحي. كما أعلن الوزير إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمواجهة ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية للميكروبات. Pour les pouvoirs publics, la mise en place de cette politique pharmaceutique va dans le sens des orientations claires affichées notamment dans le domaine de la promotion d'une industrie locale du médicament. Une industrie locale qui a non seulement vocation à sécuriser l'approvisionnement du marché en médicaments essentiels et vitaux, mais aussi à les rendre disponibles à des coûts accessibles et supportables par la collectivité. Tout cela, bien sûr, selon les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. في الحركية التنموية استفادت عدة بلديات بولاية الطرف من مشاريع من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطن بالمناطق الحدودية وفك العزلة عنها، وهذا في انتظار استكمال المشاريع المرافقة في باقي مناطق الولاية. عن كثب نور الدين بن عبسة. وسط حضان جبال وغابات الشريط الحدودي تقع المجمعات الريفية التس التابعة لبلدية السوارخ، وتيرة إنمائية أعطت أكلها وحققت الأهم للسكان. دارونا الماء، شبكة قنوات الماء صالحة الشرب، دارونا تصريف قنوات الصرف الصحي، دارونا الإنارة المنزلية، الإنارة الريفية، مشروع مدعم من طرف الدولة، وعبدونا الطريق زفته لنا. عندنا مركز إشفائي سال دو سوان، زائد عندنا مدرسة قريبة منا، وفي القريب العاجل إن شاء الله سنمول بالغاز المدينة. لكن بعض سكان المشات الأخرى بالرغم مما تحقق من إنماء يرون نقصا في استكمال المشاريع المرافقة كتوصيل المياه وتهيئة شبكات التطهير. استفدنا من السكنات الريفية هذه في 2005، من 2005 وإحنا رانا نعاني، الماء ما كانش، قنوات الصرف الصحي ما كانش، الأرصفة نتمناو إن شاء الله تكون مدرسة هنا للولاد باه يقراو إن شاء الله، يكون ملاعب جوارية، الولاد تاعنا غير يخرجوا من الباب برك يلقى الرمل قدامه ساعة عقرب ولا حاجة في الليل، ولا اللي ما عندوش طوموبيل الله غالب. ونعانوا من النقل المدرسي في الشتاء. إن شاء الله انطلقنا ديجا في المشروع نتاع شبكة التطهير، راهو في قيد الإنجاز. شبكة التطهير شبكة الماء نفس الشيء، راهي منحت إلى مقاولة وعن قريب ستنطلق إن شاء الله كذايا، بقى التغطية نتاع المجمعات الأخرى في المستقبل إن شاء الله. الإرادة متوفرة لتحسين مستوى المعيشة للساكنة وفك العزلة وتدارك النقائص. وترسيخا لثقافة المقاولتية وتشجيعا للشباب أصحاب المؤسسات، حطت قافلة التحدي للمقاولتية حطت رحالها بولاية تيارت لتقديم العروض والمشاريع وعقد اتفاقيات دعم من قبل المؤسسات المرافقة. طاهر بالعيدوني. جامعيون أصحاب شهادات عالية ومكونون بمراكز التمهين يحملون إرادة قوية في إنشاء المؤسسات، ضربوا الموعد بتيارت لاستقبال قافلة التحدي لصناعة مستقبل يعتمد على الواقعية والكفاءة
وهذا شيء جميل جدا وإيجابي أننا تكون لدينا مؤسسات من هذا النوع لإنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية. تحصلت على قرض أونساج وكريدي بانكير أونساج، ودرت طورت المشروع نتاعي، راني ندير ابتكارات، عندي عده ابتكارات في المجال السمعي البصري. احنا نقوم بهذه التوعيه لحتى نرسخ لهذه الفئه ثقافه المقاولاتيه، انهم يتجهوا لمختلف صناديق الدعم كلونساج او الكناك، ونرافقوهم على مختلف البنوك. فضاء ملائم وتسابق لطرح الافكار، كل في تخصصه، والإرادة الحسنة ظاهرة لدى السلطات العمومية والهيئات المرافقة للاستجابة للطلبات. الشباب اللي راه متواجد اليوم نظن هذه له فرصة باش يكون فيه اتصال مع كل الشباب اللي نجح في تحقيق المشاريع تاعو. الهدف تاعنا أيضا هو أننا نكون في الاستماع والإصغاء لهذه الفئة حتى يكون فيه مرافقة. والمشاريع كاين في القطاع نتاع لا ميكانيك من جهة، المناولة لا سوتريتونس، ومن على أشهر فيما يخص الاستثمار الفلاحي دون لو كاد لا ميزون اوفر تاع لي نوفو بيريمتر، اللي في مرحلة أولى عندنا 29,000 ومن بعد نفوتوا 72,000، وفي الأفق من على 10 سنوات لأن أن ترافاي دو لونغ الين نلحقوا حتى 150,000 نتاع لا ميز اون فالور. المناسبة توقيع اتفاقيات بين كل الأطراف لمزيد الدعم والمساندة للشباب. شيعت أمس بتيزي وزو جنازة الناشط السابق للحركة الثقافية الأمازيغية سعيد بخاري، الذي وفاته المنية أول أمس عن عمر نهز 55 سنة إثر مرض عضال. وقبل ذلك ألقيت النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد وسط عائلته وأصدقائه بحضور وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي. إنا لله وإنا إليه راجعون. دوليا قتل 8 أشخاص وأصيب آخران إثر استهداف مسلحين لحافلة نقل الركاب للمدنيين بريف محافظة السويداء في الجنوب جنوب غربي سوريا. على صعيد آخر، أكدت موسكو دعمها لجهود الدول الرامية إلى جمع المعارضات السورية تحت منصة واحدة لإنجاح جولات المفاوضات القادمة، في وقت اقترحت فيه كازاخستان عقد الجولة الثامنة من مفاوضات أستانا حول سوريا في 20 من الشهر المقبل. أما في مالي فقتل 3 أفراد من قوات حفظ السلام الأممية وجندي مالي خلال عملية أمنية لصد هجمات مسلحين بمنطقة ميناكا شمال شرق البلاد. إلى لوحة سياحية أخاذ من عين الورقة بولاية عامة التي تحتضن فضاء للراحة والاستجمام يتوفر على خدمات مميزة بما فيها المنطقة الحموية والسياحية، تقول دليل نافوذية تاج. يقدم مركز الراحة والاستجمام بعين ورقة بولاية عامة خدماته إلى فئة المجاهدين وذوي الحقوق والقادمين من مختلف الولايات خدمة الإيواء والاستحمام في الحمام المعدني، وهذا حسب برنامج الوزارة الوصية. اتصل طاقة استيعاب هذا المركز إلى 40 سريرا. المركز دخل في الخدمة في منذ سنة 2010 وإلى غاية الآن استقبل 106 دفعات مبرمجة على مستوى المركزية. الخدمات اللي يقدمها المركز هي الإيواء، الإطعام، المتابعة الطبية والتأهيل. وتستفيد هذه الفئة من حصص للتدليك العضلي على يد طاقم متخصص في قاعة تتوفر على كافة الأجهزة وأحواض لتنشيط الحركي، فيما يبقى المشكلة المطروحة هو نقص الطبيب بالمركز. مين جاي الحاجة؟ البيض. والمركز هذه المرة الأولى؟ المركز هذه الأولى جيت. هذا وين جيت؟ كي رسلوني جيت. قايمين بكم هنايا؟ ما خاصتنا التحية، كل الأمور داروها لينا، ما خاصنا حتى أي شيء. والنظافة السكنة مليحة نظيفة، كاين عندك تيلي، عندك تيليفون. لا بس علينا الحمد لله، بالحالة الطبيب اللي غالب. معظم المجاهدين يشكوا من روماتيزم بسكو منطقة رعاوية وباردة جد باردة، يشكو من روماتيزم. الحمد لله احنا راه متوفر عندنا ماتيريال
انا نعالجوهم يعني معالجه فيزيائيه، كاين تدليك، كاين ماتيريال، الحمد لله موفرين الدواء. موقع المركز في هذه المنطقه الحمويه والسياحيه جعل المستفيدين والوافدين اليه يتمتعون براحه جسديه ونفسيه جيده. نختم من دار أوبرا الجزائر التي استقبلت تلاميذ المدارس من مختلف ولايات الوطن في حفل تربوي تعرفوا خلاله على الآلات الموسيقية للأوركسترا السيمفونية الوطنية. حضرت الحفل أيضا مليكة عمار سحقي. عندما يكون الجمهور الصغير هو الضيف، فحتى الأوركسترا السيمفونية تقلب برنامجها من المساء إلى الصباح، ويتحول قائد الأوركسترا إلى معلم في مادة الموسيقى. فالأصوات كان أصوات حادة للنساء وأصوات حادة للرجال، أصوات غليظة للنساء أصوات غليظة للرجال. شرف أوركسترا الأوبرا الجزائر اليوم باش تدير حفل موسيقي ماشي في الليل مسح في الصباح للأطفال، احنا سميناه حفل تربوي، وهذو أطفال جايين من العديد نتاع المدارس اللي هنا الموجودة في الجزائر، كل الجزائر العاصمة. رانا حابين باش نقدموا نعرفوا الأطفال ما معناتها الأوركسترا، ما معناتها الأوبرا، ونعطوه مفاتيح باش يقدروا يتفهموا إن شاء الله هذه الموسيقى، وهم يكونوا جمهور الغد وبالطبع موسيقيين الغد إن شاء الله. وبين دروس المدرسة ودروس الموسيقى عالم آخر وجد فيه الأطفال المتعة والتعلم. سمعتوا الفرق بين الألوان؟ الآن كل أوركسترا وراح تغنيوا معنا، أنتم تغنيوا معنا، يلا ثلاثة أربعة دو ري مي فا صا سي دو. أنواع موسيقية، الأنغام، الأصوات المرتفعة المنخفضة، بزاف أشياء. شفنا اليوم درس شباب على الموسيقى، كان مميزاتها الالحان ومطابقه الموسيقى. في المدرسه انا ما نقراوش موسيقى، دونك سي لا بروميير فون تعلمت دي باز هكا في الموسيقى. يا رايح تذكر بأبرز العناوين. قرابة 47% نسبة المشاركة في المجالس البلدية، وما يناهز 45% في المجالس الولائية. وجبهة التحرير الوطني تتصدر النتائج الأولية. وزير الداخلية ينوه بدور المنتخبين وحياد الإدارة، ويشيد بوعي المواطن، ويؤكد أن الجزائر قطعت الشك باليقين، وبأنها على سكة البناء الصحيحة التي رسم معالمها رئيس الجمهورية. في أعقاب الإعلان عن النتائج الأولية للمحليات، التلفزيون رصد تباينا في مواقف الأحزاب السياسية بين ارتياح وتحفظ. أزيد من 200 قتيل وعشرات الجرحى في هجوم إرهابي بسيناء وسط إدانة دولية، والجزائر تستنكر بشدة وتؤكد تضامنها مع مصر. أخبارنا تمت، شكرا لكم والسلام عليكم.